هاي مرة دنب شانو أخويا ساعة 12 بالليل. هسه دي طلعوا بالتسعة والله تخوف ب 12. دا نمشي لقينا اثنين بنات يمشن بالمقبرة. يما الله أكبر. ايه. واحدة لابسة دجاجة أبيضة، واحدة لابسة دجاجة سوداء. سلام قولي ما غبى. أخوانا هم متيهلتين وضيعات. إيه. إنه يمشن وإحنا نمشي وراهن. لا لا إحنا نمشي وراهن. حقنا هن بركضة. لا نص. وركض وراهن، ركض ركض ركض. واه بيبي تكاف. فريت أم الدجاجة البيضة. طلع وجهها مع الطفلة وجسمها مع العجوز. يما لا إله إلا الله. جبنا تشلب بيدي وتبلعها. وانا اجر وهي تجر وانا اجر وهي تجر. استغفر الله. الثانيه ام الدجداشه السوداء. ايه. اخويا فرها طلع وجهها ما بي خشم. يما استغفر الله. كان اخويا يصلخها براشدي قبل طلع لها خشم. ايش حجب؟ حتى اخويا يكسر خشمها. تعال تعال اقعد فجل اقعد اقعد بس اذا تجيبون طاغ الجن قوم والله. لك دي كافي ليك. شفنا بيك مجال شوي نضحك عليك قلنا شوي نغير جون. اي كافي يلا بعد لا تسولفون بالجن. اقول لك تعال الحين ايش بيك مهموم وضعيتك تعبانه وهذا الستوري شنو نزلته؟ تقصف من تريد؟ اقصف بحظي نزلته على المره بس هيجي من ضيمي. ليش يا شو مسويت لك؟ يا معود اسكت سالفه طويله. ايدي سولف ايش ورانا؟ كهرباء طافيه. لك بابا سالفه المره تخوف اكثر من سالفه الجني.